صافي ما بان لي بو خير لا لا قول خير هذه بلاصه ساكنين فيها آه تمني من اللي ما عارف انا ولدي فين كاين ومرتي اش من خير صاحبي كاين ما بان لي بو خير والو انا قول خير دري يعني تما ثلاث سنوات تتعاني معاه وباعت حداك هنا وعائلتها حدايا جا عندك تا واحد ما جا عندي ما والو تمشي انا تنقول لي فين هي مرتي تقول لك راه ما عارفينهاش واش تما ما عارفينهاش ما مديكلارينش على البوليس تما ما عارفينش ما مديكلارينش على الجدارميه كون خير ان شاء الله دابا نسيتك ماشي حتى اللي هي كتبان انا باغي انا هادشي انا اللي ما عرفتش انا مرتي فين كاينه ولدي انا نقدر ندير في راسي اي حاجه نقدر ننتحر نقدر نموت يكون خير شي حاجه لقاش انا قاسيت على هاد السيده هادي انا الناس كلهم مغارف في روسهم هاد السيده انا كل ما بغيتهاش عباد الله اللوحه نهار اللي كانت شلات من يديها ومن رجليها يكون خير خويا ان شاء الله نهار اللي تشلات من يديها ورجليها اللوحه يكون خير يكون خير اجي ما تشديهاش انا ما تشد ما والو اذا مشاهدي قناه شوف تي في اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من نواحي مدينه الدار البيضاء. حنا كنتواجدوا حاليا في منطقه مديونه بالضبط دوار بوروين يعني وحاله اللي ولا قضيه اللي صعيبه بزاف ان الزوجه هربات على الزوج ديالها والمشكل ان الظروف اللي هربات فيها عليها بحال كي نقولوا كما تيقول الزوجه لانها نسات العشره ونسات الخير ان هذا السيد هذا على وجه الزوجه ديالو كما تيقول نسى العائله ديالو خاصم العائله ديالو هجر مدينته وجل مدينه اخرى اللي ما كبرش فيها وما ترباش فيها وتزوج بهذ السيده هذه السيده فاش تزوج بها صابها الله بواحد الشلال وشلات من يديها ومن رجليها وبقى معاها يعني شي يقول لك انا كنت كنخرقها كنت كنوكلها كنصب لها كنطيب كندير كل شيء كاري كنطلعها من الدار من الارض من البروميان حتى للسيكيام في الكراو ومقاتل معاها والناس عارفين بالشهاده ديال الناس ديال الدوار واللي كانوا ساكنين في الهوف في ليساس اليوم جينا عنده هو كله دموع في عينيه هو كله خلعه على مرته وعلى ولده اللي وقع بيناتهم خصومه عاديه فاش السيده وقفات على رجليها تبدلات المعامله ديالها مع الزوج ديالها يعني ولات كتخاصم معاه بزاف ولات كتتناقر معاه بزاف وقعوا نقاشات مؤخرا وقع نقاش عادي كزوجين مشات هي غابت سيمانه فاش رجعت للدار مشى هو يتقضى في السوق كما تيقول ملي رجع لقى يديه والرحمه لا الجيران لا ولده لا مرتو السيد ما عرفش باش تبلى مشى قلب عند العائله ديالها مشى قلب هنا قلب هنا دار شكايه ما لقاش ما عرفش ولده فين كاين ولا مرتو فين كاينه واش حيين ولا ميتين حنا اليوم بغينا نديروا مع هذا النداء اللي كنتمنى كلشي بارطاجي هذا اللايف ان شاء الله على اساس ان هذه السيده هذه باش تشوف الزوج ديالها اللي تيبكي عليها وكيبكي على ولدها حيت كيبغيهم يعني كون ما كانش كيبغيهم ما غيديرش هذا اللايف هذا باش يوجه لها واحد النداء حنا كنتمناو خوتنا المغاربه يوقفوا مع هذا السيد هذا واللي لقاو الزوجه ديالو يعيطوا ليها ولا يشوفوا مع هذا السيد هذا ويلاقيهم ويدخلوا بخيط ابيض فهو ولد الناس على حسب ما قالوا لي الناس اللي معاه وحنا نسمعوا شنو غيقول لنا اليوم ان شاء الله باذن الله. سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك الله بطا. اسم محمد. سي محمد خويا. علاش كتبكي بهذا سي محمد؟ خويا تنبكي اخويا تنبكي على زهري. درت معايا هاد التصوير يعني في خريب كاع هادشي هادشي ديت الخريب قلت تما شديتها ستات شهور المهم وقعت في التفاهم جيت في حالي قلت لمالي الدار انا هذيك اللي تزوجت بها غنموت معاها واخا سيدي كرم مراتي عاود لي كيفاش تلاقي شي مع هذيك السيد هذيك السيده لاقاتني معها واحد خاتها انا كنت خدام هنا في المديونه لاقاتني واحد خاتها معها المهم بغاتني بغيتها تزوجنا نيشان الحلال تزوجنا نيشان بخير وعلى خير دازت مده تحت شهرين السيده تشلات شلال حاد شلال حاد ما تهز صبعات الا جاتها الموت بغات تشهد ما غاتجيهاش ما غاتشهد شنو درتي انت في ديك اللحظه فاش مرتك تشلات؟ انا انفجرت يعني انا تسطيت انا عاد تهز دايره بيا من سبيطار لسبيطار من مدينه لمدينه من عاد تيقول لي مسحوره دير عاد فوقها تيقول لي يدي عادي ما خليت في الديجا مركبه فوق داري مركبه فوق داري تضربني السياتيك تقول هذيك مارجي ما غندوزهاش يعني كلشي مع رجل كلشي ما خليتش الرجوله ديال بصح انا مالي دارهم نهار واحد قابلتها لي امها قالت لي امه قالت لي لا بنتي قالت لي عندك داك الشيء خانز وثقيل عليا ما نقدرش انا نبدل لك الكوش لا داك الشيء انا واحد الوقيته يعني امها ما قدرتش تبدل لي الكوش امها ما قدرتش تبدل لي الكوشه انت شكشي كدير انا كنت انا هذيك الساعه صافي انا خدام على برا وعلى الداخل اتمقابل في الاخر ما درتش خدام اتمقابل عاية لعقاش ما كاينش اللي غيقابلها فهمتي شكون اللي غيجي يغسل لك المراه شكون اللي غيحيد لي يدير لي الكوش ولا غيطالع الاسرار من غير الراجل علاش وفي الاخر في دقيقه بحال ما هو
نقاش بسيط عي مهضره نقاش بسيط بعد ما صحات هذا الشيء بعد ما صحات صافي وقيت اللي كانت شميها مريضه فيها فين ديتيها انت يا ديتيها للدار عندنا هنا ما قبلوناش دار مجروع علينا ديتيها للخريبقه ديتها للخريبقه دار مجروع علينا قلت لكم عندكم قلت لكم عندنا ما غنديروا بك وشنو وقع لك معايا في خريبقه السيده هذه بقات معايا بخير بقات معايا تما كنت وقفت على رجليها صافي وقع لي واحد الغيار ما حد دري خويا اي واحد راه يتغير صافي هزي على سبابه هي على سبابه هي انا وصلت امي انا وصلت امي عباد راه العالم كله فروس انا وصلت امي وصلت امي للمحكمه يقول لك الجنه تاع قدام امي وانا وصلت امي للمحكمه المغاربه وامي وخوتي وقفتهم في المحكمه قدام هذيك السيده تغيرت وقفت في المحكمه وقفت في المحكمه على قبله جويه الجزائر ديالي تبعت خواتي حتى في الهضره وتبعت محرزوها يعني كنت خاصمتي معايا قبل انا عائلتي خسرتها كامله شنو قال لك عائلتك باش تخاصمتي معاهم كل حاول شنو قال لك قال لك ما رضاتش غادي منك ليا سير موت تويا ما طريش معانا ما طريش معانا ما بقاتش قدام ما طريش معانا جيب لها مرتك وانت بغيتي حتى واحد ما بغى لي لا ماني ندام لخواتي حتى شي واحد تجي واحد جيت انا هنايا بقيت نعاني انا من الكرا لكرا مشيت للرباط كنت في الرباط مشيت ليساز فما ما خليت فيه مشيت ولكن الحمد لله تقول هذه مارتي ديك الساعه ما عرفتش وليدات هذيك الساعه حامله هي صافي النهار اللي ولدات بحال ما عادت شويه بخير صحات بعدا صحات المهم ماشي بزاف فهمتي ماشي بزاف حقاش قضيه الدار اكثريه تنصب من هنايا فهمتي المهم حاجه صعيبه تنديرها انا يعني انت راجل كنتي كتخدم برا كتخدم في الدار مهم. كتصرف على الدار كدير كلشي المهم كلشي في الاخر هي الجزاء ديالي خطبت لي طاعه هي طاعه هي عارفه طاعه اهم حاجه عندي في حياتي هي طاعه وتا هي طاعه ولدي وتا هي تا هي راه في حياتي ولكن ملي خرجت دون سبب انا ما بغاتنيش حتى انا ما باغياش قدام مغاربه تيقول لك واحد المثال اللي دركك بخيط درقوا بحيط ولكن باغي نعرف انا ولدي فين كاين واش ميت واش حي واش كاين واش شارب لا اله محمد ما انا ما فهمت والو اخويا محمد نسولك فاش كانت شي السيده باقا مشلاه وعلى طراح كانت بخير معايا ما كنت كيفاش كنت كتعامل معاك؟ كتعامل معايا بخير حقاش هذيك الساعه قادي لي حاجه كنت ندير الطواليط ونخرقها وندير لي كوش ونغسل ليها وفهمتيني ولا؟ وفالصحات؟ الصحات عاد عام تقلبت المعامله ديالها علاش تقلبت المعامله؟ شنو كانت السبب؟ خواتاتها حد جوجه ديال خواتاتها وامها صافي حقاش انا مره حرشوا عليك حقاش انا مره خدام مره حقاش انا المهنه ديالي شنايا المهنه ديالي هي صلاخ الحرفه ديالي هي القرنه في البطوار جيت لهنايا هنا كاين على الفلاحه وداك الشيء مره بنادم الا ما كتبني كل مره تدي المهم مره مي بعد ما جيعانش ما شبعانش الحمد لله ما عندكش المهم ما تنطلبش انا ما تنسعاش بنادم ما تستنديش شي واحد شي حاجه انا خوتي راه هاد الناس جاو عندي انا راه ماشي جات عندي شوف تيفي باش نسعى انا راه ما تنسعاش انا راه ما باغي حتى شي حاجه من شوف تيفي انا راه ما باغي حتى شي حاجه عباد الله انا راه ما باغي حتى شي حاجه انا باغي نعرف غير ولدي فين كاين ومراتي فهمتي باغي نعرف انا ولدي فين كاين ومراتي واش انا ولدي دابا عرفت ليا واش من ايام عباد الله انا ولدي باش جوج عباد الله الا ما جبتوش والله العظيم في القطر راسي لا ان شاء الله يلقاو لك ولدك وقاسم بالرب الكعبه من جوج ولدي ان شاء الله شوف ينتحر قدام مغاربه ان شاء الله شوف والله تطلق الليف وانتحر اسمعنا قاسم بالله ان شاء الله وفي غيكون هاد الخير اصاحبي فينا هاد الخير عباد الله فين شوف دابا شوف فينا هاد الخير فينا حقره حقروني صابرني براني العائله ديالك كامل حقروني انا تيجي تهديدات في التليفون بريفي تيجي تهديدات ولكن انت كنت راجل مع بنتهم انا كنت راه وقفت انا سقت وليدات ما عرفت انا سقت انا وداك الشيء اللي افتخره به داك الشيء اللي درته انا ما يديروش شي واحد دابا ما كاينش شي واحد اللي غيبقى يخرق في مراتي ويدير لي كوش يدير لي بحال ما هو في الاخر هذا قول الجزاء ديالي لا اله هذا قول الجزاء ديالي عباد الله واش الجزاء ديالك بتاع عباد الله ديالي تخرج انا وانا الحماق ربي وسعادة الملك وعبد السادس ونسيت الحموجي تطلبك تدخل في اسرع وقت الا ما دخلتي جوا قاسم انا من رب الكعبه اذا لقطت راسي لا شوف شوف وكاع اي مسؤول ما جات ليش حقي انا ما نسمح ليش انا باغي حقي انا باغي ولدي نعرفه في الكين واش هاد الزيده في الاول عباد الله كتمشي لا تنغسل لي حاجاك من القنس تنحيدو ليا تنقي فيها في الاخر من وقفت على رجلي عباد الله لا اله محمد رسول الله مشات راه حشومه صح شوف شوف راه حشومه صح حنا كنتواجدوا في بلاد الحق والقانون حشومه ما عندنا سبب في البلاد وفينا هي فينا وكاع ما بانليش فينا وكاع كاين القانون فينا وكاع شوف حنا كنتواجدوا في القانون اسمعني السي تفضل الله يرضي عليك حنا تتامل بالقانون تتامل بالسلطات حقاش انا النهار اللي مشيت
الوكيل تما كان في برشيد تعامل معايا بخير، الدرك الملكي مشكورين هاد المره، مشكورين داروا معايا اللازم، طلقوا عليه الروشير في المغرب كامل. دابا درتي شكايه انت، قمتي بالواجب القانوني ديالك، الواجب هما داروا مع داك الشيء اللي هذاك الشيء اللي بغينا نسمعوا حنا. شكايه درت عند وكيل الملك، درت شكايه في ديال الاسره، ودرت البحث عند الجوندارم، درت واحد البحث، واحد الروشيرش عليها. ياه. داك الشيء درت وانا قانوني وخا. ما كاين لا هذه لا. بالفوق شي مختفيه دابا حاليا. خرجت اخويا داك الخميس واليوم الجمعه، يعني مرات 8 ايام. هذه تقريبا ولا 8 ايام. ولا 8 ايام، واش دابا هي فينا يا عباد الله؟ عيطتي ليها بعد التليفون. وما تتجوش بلوكات لخواتات، واش دابا عباد الله خوتها وخواتات وكل ما كانوش عارفين عباد الله فين كاين، واش غيبقاو مرابطين يديهم؟ هما ما بديكلاريش عاد المقد، ما بديكلاريش عاد الشيء. تمشي عندهم بعد كتمشي عند العيال. تيضحكوا تيضحكوا تيلعبوا ما على بالهمش، ما على بالهمش. انت متاكد باللي هما عارفين؟ انا متاكد هما عارفين، انا متاكد 100000 هما عارفين. لحقاش ما كاين راه الكبده هذيك، الكبده هذيك. كل ما كانش عارف ان فكر عباد الله، اول حاجه غيكون ليا غيكون هجوم عليا انا بعيد الحال، غادي يجيو اياك. ثاني حاجه غيمشيو، راه كاين ماكشي كاين السيبه في البلاد، غيمشيو عند الجدرميه، غيمشيو عند الوكيل. بنت حنا راه 8 ايام ما عارفاش ميتة ولا او ثم ما عارفش شنو تكون فين كاينه. نفسيتهم عاديه، نفسيتهم عاديه، ولكن انا راه مدمر عيبه، انا راه مدمر، جي انا راه مدمر، انا باغي نشوف ولدي، انا طلع ولدي تنجبدو في التصويره مع الموقع، انا تنتسطع عباد الله. شفت شفت التليفون هنا. انا فادي انا طلع انا راه ولدي تنشوف عباد الله. المشاهدين تخيلوا معايا حتى في الاسم ديال ديال الرقم الهاتف ديالو كاتب طه. يعني طه بالنسبه لي هو الحياه ديالو. ولدي انا ولدي انا غيسطو غيسطو لك العويا ولدي. هذا هو الخير ديالي. شحال عندهم العام الوليد؟ عنده 3 سنين. هذا هو الخير ديالي، هذا هو الخير ديالي. عندي 3 سنين وتحرم من الاب ديالو في حشومه ولا حشومه. هذا هو الخير ديالي، هذا هو هذا هو الجزاء. لا اله الا الله. هذا هو الجزاء. غنوصي خوتي المغاربه هنايا توصيه لله في سبيل الله. الشيء كاع اللي خرج طاعوا والديه راه والله راه طفروا، راه والله ما يطفروا. وقاسم بالله، وقاسم بالرب الكعبه اللي خرج اطاعه والديه الى طفروا. واش ندمتي انك عشتي مع الخير وتهليتي فيها؟ انا هذا الشيء اللي عشت معاه ندمت عليه. لحقاش كون صحابها تخرج في هذا الشيء نخليها اللوحه، ولكن حنا هذه الجهه بحال ما كودي خريب كاع معروف علينا ولاد الناس والكرام، المره ديالنا ما تتخلوش عليها مهما كان الثمن. مرضات كنتي معاه في الطيحه وفي الماء والمره. ما نحتاج. لا اله الا الله. وما نحتاجش عباد الله، وعباد الله قلت كنت ساكن في ليساج، عباد الله كنت نطلع انا مركب على كتافي، وراها هما الناس ديال الدوار نهار الشتاء عباد الله، راه كلشي شافها، والناس اللي في البيت عباد الله شافوا، وانا باغي نعرف على ولدي فين مشى، وانا باغي نعرف ولدي فين مشى عباد الله. لا اله الا محمد رسول الله. وانا باغي ولدي نعرف فين مشى عباد الله. وانا باغي ولدي ما باغي حتى حاجه من هذا الدنيا عباد الله. وما باغي والو ولا انا باغي والو، والناس عقروني سامي خاسر عليا براتي، بغى يسطوني عباد الله، بغى يسطوني انا الدنيا ولدي، بغى يسطوني حرشوا عليا نكدوا لي حياتي. واش هذه عباد الله؟ عيل الناس بعيده وانا ما شافش ولدي، واش انا ما نجيب الحق انا نعيش مع ولدي؟ انت توجدتي باش العيد وتعيد ولدي الناس كلهم عارفين انا، واخا ما تكونش عندي تندبر العيد ونجيبو، راه اي واحد ولدكم ديروا ولدي مرتي ندير اي حاجه. لا اله الا محمد رسول الله. قبل مراتي وولدي ندير اي حاجه. واش انا ولا راه عباد الله؟ انا تنجي ندخل المحل تنصيبو خاوي، ولا كثير قال لي ولدي في الطريق بابا. واش انا عباد الله في راسي؟ راس عباد الله اللي تطلب المال تطلب اين هي كتشوفني وكتبت الناس وعقلات على ذاك الخيال اللي درت فيها. ما بغيتينيش باني، بغيت نعرف كاين عارف من كاينه اللي بغيتي انت غتبان ديك الساعه ديال المحل ويدي كما تنقولوا داني. بغيت تطلقي بالناس على راسي وعينيا، ما كاينش شي قانون تيقول لك دير لي الدري وتهربي، ما عندكش حق تخطفي لي ولدي وتهربي، ما عندكش. خلي ديك القضيه الام ما تخطفش ولدها، لا راه خطفاتو عليا انا، ما حد باقي ما عارفاش فين كاينه، باقي حد ما عارفاش فين كاينه انا، راه كاين الاختطاف، كاين الاختطاف، كاين الاختطاف اصاحبي. ان شاء الله تجيب لك كاين الاختطاف اصاحبي، لا كاين الاختطاف اصاحبي. ان شاء الله شوف اش وانت غايجي انا باغي نشوف، وانا باغي ولدي اصاحبي، وانا باغي ولدي عباد الله. تبخلوا عليهم دابا ما وانا ما عارف واش ميد ولا عيل، وعيل تعرف الا فين كاينه عباد الله، عيل تعرف الا فين كاينه.
وراه معايا بعض الحكروني وما نعرف بغا شتو لي الشمل ديالي راه ما شتو عبادنا. واحد خاطر خدامه في الرباط عبادنا وخدامه في واحد الجمعيه تدير على الميناج وهي سبابي وهي النهار اللي دخلت هي اللي دار هي اللي كحلت عليا النهار اللي دخلت ما بيني وبين مراتي هي اللي جات لي العلاج ديالي ما كنضربها ما والو معايا اي واحد تيعير مراته معايا دار نقاش عادي بين نقاش عادي قدام كي راجل وكي مراته عبادنا نقاش عادي ما كاين لا حتى ولا بقى. واش انا نزيدو كل ما بغيتش عباد الله واش نزيدو كل ما بغيتش عباد الله واش انا عامر تدري في الخروق عامر تدري في الكوش اللوحه نهار الاول قيمة لحوه هما اللوحه هذا ولكن ما قديتش اللوحه تزوجت بها صحيحه كنت غتبقى معايا عباد الله واخا خويا واش الواز عاد غادي نهار كتجي تختفى فيه لمحات لك شي حاجه قالت لك انا غادي نمشي في حالاتي ما لمحات لي جمعت شي حوايج ما دات حتى شي حاجه خرجت طويله خرجت طويله ما دات حتى شي حاجه هزت لاكارت ناسيونال ديالها بوحدو لا فلوس لا والو ما غاتهمها حتى بشي حاجه ما غاتهمها حتى بشي حاجه ما دات لا فلوس ما دات حتى شي حاجه حوايج ولدك داتهم معاه ما دات حتى شي حاجه شرويطله خرجت جلابه زرقاء هذه اللي قالوا لي الجيران ها هما حدايا جلابه زرقاء يعني شني الجيران شافوها فاش شافوها فاش خرجات كيفاش كانت حالتها فاش خرجات خارجه قالت غادي تجري الجاره داروا تجري خرجه كتجري هبانه خربانه غاد راه هذا السيد هذا شافت مراته كان حاضر السيد مراته اللي شافتها هاز غادي الدري جار الدري وغادي مخلوعه صافي هادشي اللي واقع فين مشات اللول ما داك النهار بحال ما هكا جيت انا من السوق كنت مشيت للسوق مشيت باش غنجيب التقاديه ديالي تجي معايا شي باش نجيب التقاديه جيبها لمرتي ولدي اللي غنجيبها عاد شي مره اخرى تجيب التقاديات آه. ديروا قويميله بجوجكم ضحكوا كاملين تفرجوا دقيقه غنجيب لك انا تداك انا تداك الحمل اللي شاد داك النهار باقي ما لحقت لي ما والو شفتي داك النهار في السوق وقاسم بالرب الكعبه الا خسرت فيها 400 درهم وانا دابا ندخل ونحسبها لك دابا يعني انت ما عندكش وما خدامش وخسرت 400 درهم وتخسر انا احسن حاجه تلبسها ليها واحسن حاجه تنوكلها ليها واحسن بلاصه تديها ليا رسول الله حقاش هاد سيدي انايا هزيت بالحم سناني عباد الله بالحم سناني شنو الحم سناني سلام بالحم سناني والمغاربه انا راه تحكرت انا راه انا راه هادشي درت شنو المطالب ديالك دابا انت المطالب ديالي انا اي اخو مغربي اي اخت اي اب اي ام ولا مجرب الكبده ترى غادي اللي مجرب الكبده راه غيدير ليا الفاتوره راه غي بغيتي تشوف الوليد ديالك دابا غنشوف انا ولدي واش بغيتي شنو بغيتي تقول لمرتك دابا شنو بغيتي تقول لها مرتي راه غنقول لها جوج كلمات قدام الناس كنتي مراتي وقعت لك شي حاجه ماشي لخاطرك الله يسامح الدنيا واخر كنتي درتي عمدا ونسيتي داك الشيء اللي درت معاك راه ما نسمحك لا في الدنيا ولا في اخر ولكن راه ما عندكش حق شنو بغيتي من هاد السيدة انا هاد السيدة انا بغيتها غير تبان نشوف غير ولدي بغات تطلق مرحبا بي راه تنشهد قدام المغاربة كاين ما عندكش مشكل في الطلاق بغيتي تشوف غير انا باغي نشوف مع ولدي انا باغي نشوف مع ولدي انا باغي نعرف ولدي فين كاين هو ضوع وينات كتسير صافي حقاش هذاك هو حياتي انا انا 45 عام مع عباد الله انا رانا رانا قربت 45 عام انا شو بغيت تقول طه شوف كمان شو بغيت تقول طه طه ولدي الا كنتي تشوف لي ولدي راه تنبغيك انا ما عمرني انا ما انا كرهتك ما عمري ما كرهتكم بجوج لا حتى لا هي وكما ولدي الطاهر بغات تفرقك ليا راه فرقاتك عليا 8 ايام هذه لا اله الا محمد راه وكلت عليا من الله كاع اللي كان الحين وسبب لا اله الا محمد رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل انا خويا هاد الناس اللي غيتواصل معايا انا ما بغيت لا فلوس ما بغيت حتى شي حاجه غير ما تنساش عيب هذا الشيء انا ما تنساش النمر ديال التليفون ديالي اللي شافه في شي بلاصه يعيط ليا انا راه هاد النمر ديال التليفون راه ما تنساش ما باغي لا فلوس ما باغي لا طمع ما باغي حتى شي حاجه الحمد لله ما عنديش ما خاصنيش عندي تناكل ما عنديش نصوم ما عنديش غرام ديال المشكل شي حاجه اللي غتغضب الله ما تنديرهاش شي حاجه اللي غتغضب سيدي ربي ما تنديرهاش انا هاد الناس نعطيهم النمر ديالي اللي شافها في شي بلاصه ولا عرف عليها شي بلاصه يصانوا ليا واللي يديكلاري اقرب لي لابريكاد لحقاش انا راه ديال بيت كنتواجدوا حنا دابا حنا في ولاد زيان حنا في ولاد زيان نواحي المديونه نواحي المديونه الدوار سميتو بروين بروين سمعتي اللي شافها ولا عرف عليا شي حاجه اقرب دارات ملكي ولا الكوميسير لحقاش انا طارق عليها الروشيرش في المغرب كامل مشيت عند الناس مشيت عند الناس مشيت عند الوكيل داير معايا المزيان مشيت عند السلطات عند جدارمية الدارك الملكي داير معايا المزيان الله يكثر خيرهم والله يرحم والديهم المهم داك الشيء اللي تيدار داروه ليا وانا اللي بغيت نقول لخوتي خواتي المغاربه الله يرحم الوالدين هذا الشيء انا هذا الشيء انا هاد الناس رجعوا عندي راه ما تنطلب
انا راه ماشي طلاب، راه ماشي راه كنت كيقول لك جات عندو شوف تيفي تيطلق، انا راه ماشي طلاب. لا 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 الناس تعاطفوا مع عرفتي الناس باش غايتكم تعاطفوا معايا اللي شفتوا هاد المره في الشقه كنت تعيطوا ليا. سمعني سمعني فهمتي ولا عطينا اخويا تسلم لنا التليفون ديالك والتصويره غنقربوها ان شاء الله. 07 75 03 30 35 هاد المحل تا هو هاد المحل تا هو راه كان عندنا واحد الطريف هنايا عاونوا واحد جوج دراري خوتي من الصبانيول اللي قال معطي انا بلا ما نقول معاوني لواحد خوتي تنشكرهم بزاف. شريت هاد المحل وعايش به وانا من جهه ومن جهه. شريتها قبل الزوجه ديالك شريتها على قبل الزوجه ديالي باش ما تبقاش تسمع شي كلمه من عند عباد الله. عطيني نمره التليفون ديالك الله يجازيك بخير. عفوا ماشي نمره التليفون انما التصويره هذه باش نشوفوا الابن والزوجه ديالك باش لا شافهم شي واحد ربما يقدر يكونوا مشردين في شي بلاصه طراتهم شي مشكله في السبيطار شي حاجه الله يحفظ. يعني بغرض انني نوريهم هذه التصويره هذه باش لا شافت السيده هذه تقدر تكون طاريه ليها شي حاجه تقدر تكون مضروبه هي والوليد تقدر تكون في السبيطار تقدر تكون في كوميساريه شي حاجه تكون طاريه ليها. نتمنوا شي واحد غير يشوفها ويتواصل مع هذا السيد هذا حاش مسكين كيما تشوف باش كتشوف الراجل يعني باش مشاهدينا الكرام فاش الراجل كيبكي كتكون وصلت العظم. ماشي سهل الراجل يبكي وماشي سهل الراجل يكافح ويتقاتل ويوقع عليه هذه المشاكل كامله. يعني كنشوفوا باللي زوجات هربوا عليهم رجالتهم، كنشوفوا عيالات مخلي لهم رجالتهم خمسه الوليدات سته الوليدات وكيهربوا عليهم. يعني فقط السيده كيطرى عليها غير شي مشكل مسكينه كتمرض ولا انها كتزحف من شي حاجه الراجل كيخليها وكيمشي. هذا السيد كيما كيقول لك انا تقاتلت على مرتي، خسرت عائلتي، خسرت خدمتي، هجرت مدينتي، كليت في بلاصه في بلاصه هنا، كليت في الرباط ما خليت فين درت، خسرت راس وجهك كسيت معاه في الدوار ديالها. خوتي انا خوتي راه ثلاث سنين ما هدرتش معاه، خوتي تعيط خوتي في طريقه. لا اله الا محمد. ابو ولدي ثلاث سنين ما هدرتش معاه. خسر عائلته، خسر عائلته، خسر عائلته كما تيقول في طريقه السيده هذه. انا ماتوا عباد الله عزاز في البلاد يعني ما بقاش كيمشي كاع لمدينته. حنا كنتمناو شوفي اختي حنا ماشي ضدك. هو ماشي ضدك، حتى شي واحد ما ضدك اختي. إلا كنتي كتشوفي هذا اللايف هذا الله يجازيك بخير. ما بين الزوج والزوجة كتحلوا المشاكل الودية. عندكم وليد الله يجازيه بخير، هذا السيد هذا كما تيقول مهلي فيكم مهلي فيه. على وجه هذاك الوليد جلسي مع الزوج ديالك وتفاهموا حبيا. كنتي بنت الناس كما تيقول ما راضيش على هذا الزواج بغيتي تطلقي وراه ما عندوش مشكل. بغى يعرف غير ولده واش حي ولا ميت، واش واكل ولا شارب. هو ما عندوش المشكل. يعني غير جيت أنت ريحي معاه. جلسي انت وياه اطابل بيناتكم العائله حاولوا تفهموا واش تطلقي راه يعطيك البراي ديالك والوليد مره مره غيشوفوا. بغيتي تصالحي انت وياه راه غيجمعوا راه ما كرهش هو مرته تجمع معاه راه هو راجل وعنده دويرته وباغي يخدم وباغي يتقاتل. يعني هاد المشاكل كامله من الاحسن اختي ما ديريش هاد القضيه هادي اللهم تطلقي معاه. اما الا كان وقع لك شي مشكل وطرات لك شي حاجه فراه الزوج ديالك قابل على كما كنتي. يعني غير جي قولي ليه الله يجازيك بخير. وانتم المغاربه اللي شاف هذه الصوره ديال السيده هذه لقاها وقع لها شي مشكل في الزنقه ولا بيته في الزنقه ولا شي حاجه تواصلوا مع هذا السيد لاقيو بيناتهم دخلوا بخيط ابيض والكامل على الله سبحانه وتعالى. كنتوا في هذا اللايف هذا شفتوا القصه كيفاش دايره. راجل اللي بالنسبه لي انا على القصه اللي عاود ليا نعم الرجال انه صعيب صعيب في هذا الوقت تلقى راجل بحال هكا مقاتل مع الزمان ومقاتل مع مرته وما خلاهاش في اصعب الظروف. كنتمناو يكون حل اقرب وقت السيد هذا وحنا ان شاء الله معاه فاش ما بغانا غنكونوا معاه. تهنا مشاهدينا كنوصلوا لنهايه البث ديالنا. شكرا على حسن المتابعه ديالكم. نلقاكم في بث اخر ان شاء الله مع موضوع اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.